الوجود هنايا باش كنشموا هواء النسيم الهواء النقي، ولكن الواد كان الواد شحال هذه دابا ما بقاش، كان وكان البور هنايا وكانت المرصا وكان كانوا ايامات الميريكان وكان لاباس كانوا الكوار وهذه وكانت الدنيا زوينه وكاين شي دابا الحمد لله كتلقى الجمعة والسبت والحد كتلقى الناس كيجي وكيجيبوا وليداتهم كذا وهذه ولا الى وهذه هادشي اللي كاين اخي. انا 17 عام وانا في هذا الواد هنايا، 17 عام وانا في هذا الواد هنايا والحمد لله الا ما جيت للواد كنمرض، لان هو المتنفس الوحيد ديال مدينه القنيطره، ما كاينش ناس فين يمشيو الا هنايا في الواد، وسيرتو وقت الصيف، الصيف كيكون تبارك الله من انحاء العالم كيدوزوا مع الشارع من انحاء العالم، لان قديما هنا والناس كياكلوا عندي وتبارك الله ودي الحمد لله. الدور ديالي كان بالبوش هنايا، انا معروف بالبوش التونسي معروف اللي ما كاينش اللي ما يعرفوش، كنصور نهاري كنمشي بحالي صافي هذا هو اللي كاين فهمتي، عندي زبناء كليان ديالي نقيين زوينين كنتقدم معاهم الغراض وكيجيب الله التيسير وكنمشي بحالي صافي هادشي اللي كاين فهمتي. هو كنجي نرتاح في هذا الواد مزيان، الطبيعه ديالو زوينه كلشي مزيان، انا ماشي هذا ولد القنيطره، انا ولد الزمامره وكنجي هنا كنرتاح فيه، ولد الزمامره كنجي كنرتاح في هذا الواد، شكروا ليا بان واحد الطبيعه فيه خلابه ما كايناش في المغرب، شتي باش كنجي انا ديما كنرتاح في هذا الواد هنايا، وعاد السيد مول بوبوش حتى هويا كنجي ناخذ معنا شي لعيبات، وهادشي اللي كاين في هذا الواد، ويني كاينين فيه ملاذ اخرى باغي نكتشفها وسنكتشف فيها في هذا الواد. كيعجبني نجلس في هذا المكان هذا، حيت هذا المكان هذا هادئ بزاف، و يعني انا كنلقى فيه راحتي بزاف كما كتشوفوا، وكيعجبوني واحد لي كافي كاين القدام كنجلس فيهم، يعني كالم كتجلس فيهم جلسه زوينه وداكشي صافي، هادشي اللي كاين، وكنصح الناس يجيو يشوفوا هذا المنظر هذا حيت زوين بزاف. المهم انا شخصيا بعدا كيعجبني بزاف وكنرتاح هنايا، وهادشي اللي كاين وشكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.